بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحبل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، أحييكم أجمل تحية مع انطلاقة شوطنا الخامس في تعداد أشواط صباحي هذا اليوم. الشوط الخامس وهو الخاص بالذلل المحليات الأصايل. جائزة هذا الشوط سيارة للمركز الأول وجوائز نقدية حتى المركز العاشر. شوط يحمل في طياته العديد والعديد من الأسامي والشعارات المتميزة في هذا العالم الساحر، عالم الأصايل. يوم الختام مشاهدينا متابعينا الكرام لهذا المهرجان المرموم 2011، نتابع الصدارة، نسير بمقدمة هذا الشوط، نتابع التحديات. وأرى الدرعية على المقدمة، سالم بن سعيد بن منال السويدي في متابعة وانطلاقة الدرعية على مقدمة هذا الشوط. اللقمة في المركز الثاني، محمد بن هلال بن سعيد الظاهري تاتي ثانيا ولكن ينخطف المركز الثاني في هذه اللحظات من الشاهنية. شعار خليفة بضبيب الشامسي يتقدم إلى ثاني المراكز. المركز الثالث اللقمة لمحمد بن هلال بن سعيد الظاهري. الدور المركز الرابع، نتابع رابع المراكز. ومن الجانب الآخر التحديات جميلة، الانطلاق رائع مشاهدينا متابعينا الكرام. وأرى جميلة لسعيد بن خلفان بن كراز تتدخل على المركز الرابع. نتابع المركز الخامس وأرى الشاهنية لسعيد بن مطر بن سعيد بن حضيرم. الاكتبي تاتي خامسا، بينما إذا انطلقنا مع المركز السادس بأرى الوارية لمحمد بن عتيق بالعرطي الحميري تاتي سادسا. الدور المركز السابع، نتابع من ظبيان لساري بن بلوش بن براك المزروعي تتدخل أيضا وتنطلق في سابع المراكز. وعلى المركز الثامن الطيارة عبد الله بن حمد بن هيان العامري في انطلاقة الطيارة في هذه اللحظات، وهي تنطلق مع المركز الثامن. تاسعا القدوم، المركز التاسع نتابع إعجاب لسعيد بالعصري بالحب العامري. وفي المركز العاشر نتابع عاشر المراكز وأرى التقدم في هذه اللحظات من مطيلة لعبد الله بن محمد الرميثي من تتقدم إلى المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، ندان الأول للعشر المراكز الأولى في شوطنا الخامس في تعداد أشواط صباحي هذا اليوم. يوم الكبار بالفعل. الانطلاقات جميلة، التحديات رائعة، نتابع الصدارة والدرعية على المقدمة. الدرعية من تقود المجموعة، من تسيطر كل السيطرة على مجريات هذا الشوط بشعار المتحدي سالم بن سعيد بن منانة السويدي. ننطلق مع المركز الثاني. وأرى اللقمة تاتي ثانيا، العايدة ملكيتها لمحمد بن هلال بن سعيد الظاهري. ننطلق مع المركز الثالث. وأرى بن ظبيان تتسلل إلى ثالث المراكز بشعار ساري بن بلوش بن براك المزروعي اللي انطلقت إلى ثالث المراكز، قادمة من الغربية أيضا للمشاركة في هذا المهرجان الكبير المرموم 2011. ننطلق مع المركز الرابع، كي أرى جميلة لسعيد بن خلفان بن كراز في رابع المراكز. وخامسا الشاهنية شعار خريفة بضبيب الشامسي يتواجد مع خامس المراكز ومع الشاهنية. سادسا القدوم أيضا للشاهنية لسعيد بن مطر بن سعيد بن حضيرم الاكتبي في سادس المراكز. النقلة التالية على المركز السابع، كي أرى الطيارة لعبد الله بن حمد بن هيان العامري ينطلق بالطيارة في سابع المراكز. وثامن القدوم للوارية محمد بن عتيج بالعرطي الحميري يتابع الوارية، ينطلق مع الوارية في ثامن المراكز. تاسعا القدوم في هذه اللحظات والتسلل الإعجاب لسعيد بالعصري بالحب العامري. عاشرا التقدم أيضا للشكلة،
لأحمد بن غانم بن حمودة الظاهري من تتسلل بدورها وتنطلق إلى عاشر المراكز. هذه النتيجة. ندان الثاني للعشر المراكز الأولى. التحديات جميلة، الانطلاقات رائعة، التحدي حاضر مشاهدينا متابعينا الكرام. نتابع بداية هذا الشوط، نتابع التحدي، نتابع الإثارة. يا سلام يا سلام يا سلام، نتابع التغيير الذي طرأ وجرى على المقدمة. من ظبيان تتسلل بدورها، تنطلق بصدارة هذا الشوط. من ظبيان بالفعل أداء متميز، وساري بن بلوش من براك المزروعي ينطلق مع بن ظبيان. اللقمة على المركز الثاني، اللقمة في ثاني المراكز. محمد بن هلال بن سعيد الظاهري يتابع انطلاقة اللقمة على المركز الثاني. ثالث المراكز الدرعية بالشعار المتحدي، بالشعار المتحدي. سالم بن سعيد بن منانة السويد لتصبح الكوكبة الثلاثية، المثلث الذهبي اللي يحتضن بن ظبيان واللقمة والدرعية، الثلاث اللي ابتعدن في هذا الرقص الجميل، في هذا التحدي الرائع بقيادة بن ظبيان اللي على الصدارة بعد المغادرة للوحة الأربعة كيلو مترات. يا سلام، بن ظبيان تسيطر كل السيطرة على مقدمة هذا الشوط، بتحدي باندفاع. ساري بن بلوش بن براك المزروعي يتابع انطلاقة بن ظبيان، ولكن اللقمة في المركز الثاني. محمد بن هلال بن سعيد الظاهري ينطلق باللقمة إلى الصدارة بفارق راس. انطلقت اللقمة، اندفعت اللقمة بمقدمة هذا الشوط الدرعية. ثالثا شعار المتحدي سالم بن سعيد بن منان السويدي، والطيارة بدأت تتسلل أيضا وتندفع الطيارة بالمركز الرابع لعبد الله بن حمد بن هيان العامري. ننطلق مشاهدينا متابعينا الكرام مع المركز الخامس، وأرى الشاهينية خليفة بن ضبيب الشامسي يتابع انطلاق الشاهينية في خامس المراكز. سادسا من الجانب الآخر نتابع جميلة في سادس المراكز، سعيد بن خلفان بن كراز ويتابع انطلاقة جميلة على سادس المراكز. وسابعا التقدم للشكلة لأحمد بن غانم بن حمودة الظاهري. الدور المركز الثامن، ننطلق مع البيضة لحمد بن علي النعيمي. وتاسعا يا سلام طيلة من الجانب الآخر لعبد الله بن محمد الرميثي. وفي المركز العاشر القدوم في هذه اللحظات من الجانب الآخر للشاهينية لسعيد بن مطر بن سعيد بن حضيرم الكتبي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، وأسألت عن موقعنا فنحن غادرنا لوحة الثلاثة كيلومترات. يا سلام، بدينا ننعطف مع المنعطف الأخير، مع انعطاف المضمار، مع التحدي الجميل واللقمة على الصدارة، اللقمة في بداية هذا الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام، على رأس الحرب اللقمة وهي تقود المجموعة. محمد بن هلال بن سعيد الظاهري ركز مع هذا الانطلاق الجميل اللي تقدمه اللقمة، ولكن نتابع الطيارة اللي بدت تتسلل في هذه اللحظات. والدرعية مشاهدينا متابعينا الكرام، الدرعية بالفعل في ثاني المراكز بالشعار المتحدي اللي يعلن التحدي، يعلن الانطلاق للدرعية. يا سلام يا سلام يا سلام، يطلق العنان للدرعية المتحدي في المنعطف الأخير، وتنطلق الدرعية بصدارة هذا الشوط. ولكن اللقمة في المركز الثاني، محمد بن هلال بن سعيد الظاهري يقود اللقمة في المركز الثاني. ثالثا التحديات لبن ظبيان ساري بن بلوش بن براك المزروعي يتابع بن ظبيان المركز الرابع. التسلل للطيارة عبد الله بن حمد بن هيان العامري يتابع انطلاقة الطيارة، يقود الطيارة في هذا الأداء المتميز والعرض الجميل. والمركز الخامس نتابع طيلة لعبد الله
بن محمد الرميثي من يتسلل أيضا في هذه اللحظات مع مطيلة إلى خامس المراكز والشاهنية في سادس المراكز. سعيد بن عبد الله بن محمد الرميثي يتابع انطلاقة الشاهنية سادس المراكز. نتابع المركز السادس أو سابع المراكز، نتابع المركز السابع وأرى التقدم، أرى التقدم في هذه اللحظات من العنود لمحمد بن مطر بن محمد المهيري تتسلل في هذه اللحظات في أول ندى. مشاهدينا متابعينا الكرام، ثامن شعر خليفة بضبيب الشابسي، ولكن نتابع البداية، نتابع مقدمة هذا الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام، العد التنازلي، اللحظات الأخيرة والاتجاه السليم والصحيح إلى خط النهاية، واللقمة، اللقمة على الصدارة، اللقمة على البداية. يا سلام يا سلام يا سلام، الله. نتابع اللقمة لمحمد بن هلال بن سعيد الظاهري، وركز يا راعي نظيره، ناظر خط النهاية يا راعي نظيره مع الأداء المتميز اللي تقدمه. اللقمة الدرعية في المركز الثاني لسالم بن سعيد بن منارة السويدي. يا سلام، ننطلق مع المركز الثالث كي أرى بن ظبيان ساري بن بلوش بن براك المزروعي يتابع انطلاقة بن ظبيان في ثالث المراكز. رابع الشاهنية لسعيد بن عبد الله بن محمد الرميثي، وصلت العنود لمحمد بن مطر بن محمد المهيري في المركز الخامس. سادس الطيارة لعبد الله بن حمد بن هيان العامري. المركز السابع نتابع منصورة لسيف بن سعيد الكعبي تتسلل في هذه اللحظات، واللقمة اللقمة اللقمة على الصدارة. يا سلام يا سلام يا سلام، أداء متميز، عرض جميل. يا سلام، 600 متر الأخيرة. يا سلام، نتابع اللقمة لمحمد بن هلال بن سعيد الظاهري. أشكرك يا راعي نظيره، أشكرك يا راعي نظيره سالم بن سعيد. يا سلام من نظيره، يتابع اللقمة ومركز. أعصابك هادية يا أخوي، أعصابك هادية، ركز مع انطلاقة اللقمة. يا سلام يا سلام، اللقمة على الصدارة بدون أي أوامر. أشكرك على التركيز العالي. نتابع اللقمة على الصدارة، روح يا أخوي، الأمتار الأخيرة، التحديات الأخيرة، واللقمة على الصدارة. سلام 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 يا العين، سلام. تحية واحترام لمحمد بن هلال بن سعيد الظاهري، واللقمة اللقمة اللقمة اللقمة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، تهانينا لمحمد بن هلال بن سعيد الظاهري بدون أي أوامر. اللي وصلت في المركز الثاني درعية لسالم سعيد من أنا السويدي، المركز الثالث من ظبيان لساري بن بلوش من براك المزروعي، المركز الرابع لسيب بن سعيد الكعبي، المركز الخامس الشاهنية لعبد الله بن محمد الرميثي. بقية المراكز من حيلهن لأعضاء خط النهاية. نعود بالتوقيت الزمني مشاهدينا متابعينا الكرام، ولحظات وصول اللقمة إلى خط النهاية بدون أي أوامر. تذكر تهانينا لمحمد بن هلال بن سعيد الظاهري، 12 دقيقة 55 ثانية جزء واحد من الثانية. تهانينا أيضا لمضمرها سالم بن سعيد النظيرة العويسي على الأداء المتميز اللي قدمته اللقمة، بينما اللي وصلت في المركز الثاني تقطع المسافة أيضا في 12 دقيقة 55 ثانية، خمس أجزاء من الثانية. تهانينا لجميع الأخوة.